ثم تكلم عن الإيمان بوجوده، فقال إن وجود الله تبارك وتعالى هو أحق الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالإيمان بوجود الله تبارك وتعالى واجب، لا يمكن إنسان يؤمن بشيء غير موجود. وقال دل على وجوده أمور، فذكر أن الفطرة السليمة والعقل الصريح والحس المشهود والشرع، النصوص الشرعية، كل هذه تدل على وجود الله تبارك وتعالى.